السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. الإجابة على أسئلة أمراض الذكورة، فجت لنا شوية أسئلة نرد عليها إن شاء الله عشان تعم الفايدة. بنروح على الموقع dr-hilal.com ومن القائمة اللي فوق الاستشارات أونلاين نضغط على أمراض الذكورة. يتفتح موضوع الاستفسار بخصوص أمراض الذكورة. عشان تحط سؤالك فيه شوية معلومات لازم تحطها في السؤال، والسن والجنس والطول والوزن، متزوج ولا، وبعد كده السؤال. والمفروض تشوف الفيديوهات الخاصة بالقسم ده قبل ما تسأل سؤالك عشان تبقى فاهم الموضوع، ويمكن الإجابة على سؤالك تكون موجودة. في حوالي 7-8 فيديوهات حوالين أمراض الذكورة، ياريت تشوفها كلها، مش هتاخد كلها منك أكتر من 20 دقيقة قبل ما تسأل سؤالك لو سمحت. ولو عايز تفهم اكتر ازاي تحط الاستفسار، في فيديو قصادك اهو، تشاهد الفيديو للتعرف على كيف تضع استفسارك. السؤال الاول: اسم صلاح، 21 سنة، أمارس العادة السرية وأشاهد الأفلام الإباحية. حصل لي التهاب في الخصي وذهبت للدكتور وعرفت أن التهاب في البربخ، وخست أدوية وقل الالتهاب واختفى الألم بعد المداومة على الدواء، ولكن لم يختف الالتهاب نهائيا وأحس بألم كأنه شك على فترات متباعدة، مع العلم أنه مستمر في مشاهدة الأفلام والعادة السرية. فهل عدم اختفاء الالتهاب كليا مشكلة؟ الرد: ألم على فترات متباعدة يبقى مش التهاب. مشاهدة الأفلام الإباحية والإفراط في العادة السرية طبعا غلط، وينبغي الاعتدال في هذه الأمور. السؤال الثاني: عمري 23، وزني 63، غير متزوج. الرد: كلامك معناه ان في التهابات تاني ولازم تاخد علاج تاني مضاد حيوي مناسب ويكون قوي. السؤال التالي: هل تحليل البي سي ار الار ان ايه بعد 8 ايام كافي؟ الرد: لا، غير كافي، والمفروض يتعمل بعد حوالي 10 ايام او اسبوعين. السؤال اللي بعد كده: يعني هو عنده خصتين، واحدة منهم ضمرة خالص ومش حاسس بيها، وفضل واحدة وخايف ان الواحدة دي ما تكونش كافية، وبيسأل هل يستأصل الخصية الضمرة دي بالرغم ان هو ما عندوش اي مشاكل. فالاجابة لا، ملوش لازم انك انت تستأصلها. اما اذا كنت خايف على حكاية خصية واحدة فاعمل تحليل مني عشان تطمئن على حالتك بخصوص الانجاب. السؤال اللي بعد كده: ألم بسيط في الخصية اليسرى وفي تغيير في الشكل والوضع وخايف يكون ده مرض. الرد: ألم بسيط، يبقى مفيش مشكلة، وياريت تشوف فيديو الخاص بألم الخصية وعلاجها عشان تتبع الإجراءات المشروحة في الفيديو وتتغلب على هذا الألم البسيط. السؤال اللي بعد كده: العمر 31، الطول 168، والوزن 74 كيلو، غير متزوج. لما بيقابل خطيبته بيجيله ألم في أسفل البطن وبيبقى عنده احتقان وبيضطر يروح يعمل الاستنمار. ده نتيجة الاستثارة الجنسية طبعا، ومفهوش مشكلة خالص. السؤال اللي بعد كده:
راجل عمره 50 سنة، لما كان عنده 19 سنة ظهرت له حباية كده على خصية، وبعد كده بعد 30 سنة اتضح انها خصية تالتة. بيقول ايه الحل اتخلص منها؟ ما عندكش مشاكل؟ لا طبعا ما تتخلص منها، يعني لا يوجد سبب للتخلص منها. وبكده خلصت الإجابة على بعض الأسئلة اللي كانت موجودة، ونشوفكم بخير في المرة الجاية.